ابن عمنا خرج علينا في بلاد الديلم، أرسلنا إليه الفضل بن يحيى البرمكي ليأتينا به، وهو الآن يطلب له عهد الأمان. أنا أستشيركم في ذلك، فماذا تقول يا عماه ويا شيخ الهاشمية؟ حسناً فعلت يا مولاي، فأنت هنا في مقر خلافتك مرهوب الجانب، وعندما ترسل أحداً من قوادك أي قائد مهما كان نسبه يكفي أنه يحمل راية الخلافة، فهذا سيجعل الناس مطمئنة أن الحدث لم يكن بعظمة أن يذهب الرشيد لملاقاته. إذن ماذا تقولون؟ عهد وأمان أم حرب ونيران؟ بقي رأيك يا أمير المؤمنين، قد قلنا وفصلنا القول، فما قولك دام عزك؟ إن إراقة دماء المسلمين خسارة لكل المسلمين، فإذا ما حزت نصرا فذلك ليس بالنصر الذي يعتد ويفتخر به، فإذا ما استطعنا استمالة الطالبي بوعود وعهود أمان فذلك خير للمسلمين جميعا وحقن لدمائهم، وكفى الله المؤمنين القتال. أما إذا استكبر وعصى فلا مناص من الحرب ولا بد منها. دمت حازما جازما يا مولاي، إن الفضل خادمك وقد أرسلت الأمين القوي. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيا لنقوم ونصلي لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. مولاي، بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. أما بعد، أي ابن عم، لقد غليناها ولسنا بخيركم، لكن